انا تحت امرك، هجيب لماما احسن شقه وهجيب لها احلى شبكه وادفع لها اغلى مهر. بص احنا ولا يهمنا ولا الشبكه ولا المهر، احنا بنشتري راجل. ربنا يخليك يا حبيبي. بس اوعى تفتكر انك انت بتشتري ماما. ها سوري، في ايه؟ لم نفسك حبيبي. الراجل يعني عايز يشتري محبتكم. والله يا طنط. يا ايه يا طنط؟ طنط ده ايه يا حبيبي؟ طنط ده ايه؟ اتجننت ولا ايه؟ قصدي حمات يعني. حمات مين؟ الله، ايه المصيبة دي؟ لا، احب اعرفك برجاء جارتي وصاحبتي يا باسل. هو ما حدش قالك ان مامتها ماتت؟ لا والله يا طنط، انا اسف يعني. الفاتحة بقى. فاتحة ايه؟ بقولك ماتت من زمان. بص كلمنا راجل لراجل. اتفضل يا اخوي. انت ولا هتكون اول خطيب ولا اخر خطيب. ازاي؟ بص قصدي العرسان كتيرة جدا زي كتب المدرسة كده، وكلهم بيدفعوا اكتر من التاني، وانا مضطر اعمل مزاد. ولد ايه سولي يا حبيبي؟ معقول عايز تبيع مامي في مزاد؟ لا، طالما هو شريكي يبقى لازم يفهم الوضع كويس، وانا عايز اعلى سعر. كده انا فهمت، انا مستعد اشتري وباغلى سعر وبالدولار كمان. لا لا، دولار ايه بقى؟ معلش، يورو بقى عشان اعلى في السوق. دولار ايه ويورو ايه؟ باسل بتعوم على عومه، انتوا بتبيعوا تشتروا فيا. بص يا ابني، انا مامي عامله زي الذهب، بتعمل فول ميك اب لنفسها في ربع ساعه. انا مستعد اجيب لها طقم ماكيرات مخصوص ما يهمش الشكل، وهي احسن واحده تطبخ في العالم. هجيب لها طقم طباخين تحفه ومخصوص ليها بس، وما يهمنيش الاكل. وتقريبا كده تقريبا يعني ما عرفتش اي راجل في حياتها غير بابي. ايه تقريبا دي؟ ايه تقريبا دي يا سولي؟ ولسه بتحبه؟ ما حصلش. بص يا ابني، انا على طول مامي بتحب كل الرجاله تجري وراها علشان بابي يغير عليها، واي حد يجي جنبها يديله بالجزمه. بالجزمه؟ يا ابني انا فعلا بجري وراها دلوقتي، بس باباك مش جوزها عشان دلوقتي يغير عليها او يعترض او كده يعني. فاكر بقى يا سولي زميل مامي في الشغل لما كان بيعاكسها وبابي جاب له عهمه مستديمه؟ ايوه. وفاكره الولد اللي كان بيمثل وخلاه يبطل يمثل؟ ايوه، علشان غير له ملامح وشه. ولا بقى يا سولي جارنا المحامي لما دخل في غيبوبه، يا عيني لما قال لمامي صباح الخير يا انور. ده غير الناس اللي موتهم كتير. ايه ده؟ الكلام ده كله كذب على فكره. هو انا كنت متجوزه علي الطيب ولا علي الزيبق؟ ايه يا رجاء، ما تقولي حاجه مش صح. لا طبعا طبعا صح، امال ايه؟ والا بقى كان علي زمانه دلوقتي يعني متشعلق في المشنقه او قاعد على الكرسي الكهربائي. لا، ما هو بابي بيعمل الجريمه كامله، هيقتلك وهيتويك. في ايه؟ وهيداري جثتك. في ايه؟ محدش هيعرف هي فين. قصيخ. بقول لكم ايه، انا غلطانه ان انا اعتمدت عليكم انتوا الاثنين. اتفضلوا قوموا على اوضكم. اتفضلوا. يلا. تصدق انت صعبان عليا. يا اخوي انا معاك. معلش بقى يا باسل، الاطفال انت عارف، بس انت تقدر يعني تطلبني من جوكو. حاضر. وانا تحت امرك، بس انا عندي اقتراح بسيط ويا ريت يعني تقبله. نخلي المهر بعد اذنك من دينار كويتي، سعره عالي قوي. حاضر. ايه موافق؟ موافق. ايه والله ما قصرت. لا يا حبيبتي، مش قادرة مش قادرة. أنا خدي خدي، مش قادرة. شفتي العيال عملوا إيه في الراجل؟ شفتي؟ مت على روحي من الضحك. يا سلام، وأنا كنت هموت من الكسوف. وقال أنا بقول له إيه؟ لا، أنا ما أقدرش أعيش من غير ولادي، زمانه طفش. لا لا لا، الراجل اللي يحب بقى ما يطفش أبدا. كانوا هيفطسوه، عارفة فكروني بفيلم إيه؟ دوتوري أوسني. أوسني دوتوري. بس الحمد لله أنقذناه في آخر لحظة. الحمد لله الحمد لله يا جوجو. بقول لك يا جوجو، أنتِ طول عمرك بتحبي الأطفال وكان نفسك تتبني أطفال، طب ما تتبنيش ولادي شوية؟ فترة بسيطة يعني، مش كتير.
انا بحب الاطفال لكن ولادك دول مش اطفال يا حبيبتي، ما يلزمونيش ابدا، اديهم لابوهم. يا حلاوه ابوهم قلبك ابيض يا حبيبتي، ولو كان ابوهم رباهم كان رباهم واحنا مع بعض. اديكي شفتي اخر تربيته. اخر تربيته؟ ولما هو كان بيربيهم كنت انت فين حضرتك؟ مش عارفه كنت فين. ايه الاسئله المحرجه دي يا كوكو؟ ايه ده؟ هاتي هاتي البتاع ده، هاتي. خد يا حبيبتي اتفضلي. ايه الحلو؟ نشوفي كده. معقوله هنا والشفا راح. التحقيق بتاعك ده يا سي علي تبل وتشرب ميته، انا خلاص هتجوز باسل. ما تتجوزيه، ياكش حتى تشغليه سواق عندك، انا مالي. التحقيق بتاعك ده كله كذب في كذب. باسل مش حرامي. لا حرامي، واخد اراضي من الدوله وضع يد ومتهرب من الضرايب. يا سلام، وايه مصادرك بقى؟ معلش انا ما بقولش على مصادر حد. ايوه بس انا مش اي حد، احنا زملاء. معلش خصوصا كمان زمايلي المنافسين. منافسين؟ انا منافسنا يا صحفي على ما تفرج؟ ما انا لو صحفي على ما تفرج يبقى انت علاقتك بالصحافه زي علاقتك جبنه الرومي بالكنافه بالظبط. انا مش فاهمه انت حاططني انا وباسل في دماغك ليه؟ احنا ملناش اي علاقه ببعض دلوقتي، كل اللي يربطنا ببعض العيال وبس. انا بشوف شغلي. شوف شغلك يا علي بس بعيد عني، واياك تقرب مني. هو انا جيت ناحيتك؟ انت اللي اتهجمتي عليا في مكتبي يا مدام، حد سمح لك؟ ما تفوقي بقى. افوق؟ علي انت غيران، غيران والغيره هتاكلك كده. هغير منك ليه؟ هو انا بيني وبينك ايه؟ ياكش هما بس 10 15 سنه نكت في نكت. نكت في نكت؟ ده انت كنت مخليني شبه ام وقوق من كتر ما كنت منكد عليا. الناس كلها بتقولي بقيتي قمر يا انجي وحلويتي كده بعد ما اتطلقتي. بينافقوكي، وبعدين تتجوزي تتطلقي ده شيء ما يخصنيش. وبالنسبه لباسل بتاعك ده ان شاء الله هيخش السجن على ايدي. تسجن مين يا حبيبي فوق؟ انت اخرك تلعب في الطين. باسل بكره هو اللي هيكذبك ويسجنك بسبب التشهير بيه. يلا يا مجنونه اطلعي بره مكتبي واعلى مفخلك اركبيه. حاضر يا علي هطلع، بس عايزه افكرك ان انا برضو هتجوز باسل وهستمر في الحزب بتاعه، وهو هيبقى في حته تانيه خالص وهيقعدك في بيتكم. باي لولو. على فكرة انت تخنين شوية. ولا اتجننت فعلا، هيبقى في حتة تانية خالص، إن شاء الله هتشوفه في جنينة الحيوانات. كل قرف وليها مجنونة. الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا أو خارج نطاق الخدمة، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. تليفونه مقفول من الصبح، تليفون الحزب محدش بيرد عليه، يا ترى في ايه؟ صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في اي كلام في السياسه، ممنوع. ايه ده؟ ازاي ده يا فندم؟ ده مفيش حد في البلد ما بيتكلمش في السياسه دلوقتي، ده احنا عندنا 90 مليون محلل سياسي. الحمد لله الحمد، انا الوحيده بقى اللي ما بفهمش في السياسه. بعد اذنكم بعد اذنكم معلش، ركزوا اليومين دول، اكتبوا في الفنون، اكتبوا في الكوره. بالنسبه للكوره، بطوله افريقيا هتبدا خلاص يا استاذ، يا ريت تديني تكليف اغطيها. تغطيها بايه ان شاء الله؟ اغطي ال انا اقول لحضرتك يا فندم، انا اقول لحضرتك هو هيغطيها ازاي؟ طبعا هيسافر الجابون، فول بورداتو، اوبن بوفيهاته. في ايه يا سامح؟ هو انت بتفهم في الكوره اصلا؟ يا خساره، يا ريتني كنت بفهم في الرياضه.